الشباب الحين السيدات. انا فرحان باش نكون اليوم حاضر معكم هنا في تيزنيت، وكتعرفوا المكانه ديال تيزنيت اللي عندي في قلبي يعني منذ سنين، والتجربه اللي كنا بها من 2011. وانا جاي دابا في يعني في السياره وكنشوف لي رياليزاسيون اش وقع في هاد القطاعات مثلا اللي كنا يعني من غير يعني المصالي فيلاج دو باش اللي كانوا داو هنا في المنطقه وداك الشيء، يعني غير كنشوف الفلاحه تقريبا في القطاع اكثر من 900 مليون ديال الدرهم اللي استثمرت في تيزنيت في قطاع الفلاحه في مخطط تقريبا 6000 كتار اللي درست المنطقه اللي كانوا كيقولوا ما يمكنش تدرس فيها اللي داتي ما ينورش ما كاينش الماء انسي سويت. 5000 هكتار دونك 6000 هكتار اللي درست ديال الاشجار المثمره، وتقريبا 5000 هكتار اللي كان ديال الكوتا كوت في المنطقه. وكنشوف واحد الانديكاتور اللي هو جد مهم، كنشوف داك يعني الصندوق ديال التنميه الفلاحيه اللي هو رافعه ديال الاستثمار. لقيت بانه قبل من مخطط المغرب الاخضر كانت المنطقة تقريبا 2 مليون ديال الدرهم في السنة اللي كانت تاخذ من هذاك الفون ديفلوبمون اغريكول. اليوم كاينه سنويا مثلا في 2020 20 مليون ديال الدرهم، عشرات المرات المضاعفة ديال الدعم ديال الاستثمار. هذا ماشي فقط انه كاين دعم وانه كاين رافعة، لان الرافعة كل درهم عملتيه في لا سيوفونسيون والا كيساوي 2.5 دراهم ولا 3 في الاستثمار، اذا الاستثمارات طلعوا. كنشوف كذلك القطاع ديال الفوارق الاجتماعيه. الفوارق الاجتماعيه تقريبا لقيت في هاد لابيريود كلها اللي دازت من نهار اللي بدا البرنامج الملكي اللي عطاه سيدنا انطلاقه والحمد لله اللي غادي في واحد الاتجاه اللي هو صحيح. 1.6 مليار ديال الدرهم بين الجهة وبين فون ديفلوبمون رورال، 1.6 مليار درهم من مختصات الإقليم ديال تيزنيت. هاد 1.6 مليار ديال الدرهم اللي واقفين عليها ليكزيكسيون، 99% ديال الالتزامات ديالها دارت، و 60% في لي بايمون في الخلاص. باش تعرفوا بأنه برنامج اللي غادي وناجح وزايد الأمام. واش المواطنين، حنا عرفنا بان الحمد لله السي عبد الله والاخوان كلهم تكلموا لانه برامج تعملت كبيره ديال الطرق ديال ديزونكلافمون ديال الغرس ديال يعني حتى الفاكولتي هي غادي تجي ان شاء الله وغادي تحل الطرق يعني تحل لي زابيل دوفر ديالها، وهذا واحد الاستثمارات المهمه واللي هي باينه واللي حاضره في العالم القروي. واش يمكن نقولوا نفس الشيء لابناء المدينه ديال تيزنيت؟ واش غاديين على تيزنيت؟ هادي دابا 6 سنين اش وقع في تيزنيت في المدينه ديال تيزنيت؟ واش كاينه شي حاجه جديده اللي وقعت في المدينه ديال تيزنيت؟ وخص المواطنين يسولوا راسهم خصهم يعرفوا واش المواطنين عاجبهم الحال ديال هاد 6 سنين ديال الخدمه اللي دازت؟ واش وقع شي ايفينمون؟ واش كاين شي جديد؟ واش كاين شي تحول؟ واش كاين شي كاليتي؟ واش كاين شي نموذج؟ واش كاين شي نظره؟ ما عرفت انا ما ندخلش ما نجيش هنا باش ندير المعارضه، ولكن كنقول بان المواطن خاصو يسقسي راسو باش يعرف يدير الاختيار. واليوم حنا كنقدموا السي عبد الله الغازي اللي هو انا كنتبع مع يعني جميع المشاريع اللي كيقوموا بها هنا في المنطقه، وتتبع ديال داكشي ديال وزاره الفلاحه، وكنشوفوا داكشي اللي كيدير تبارك الله في الكونساي بروفانسيال ديناميك، والناس اللي معاه والاخ اللي الشيخ اللي تكلم حتى هو يعني عمل مجهود كبير في داخل البلديه في هذه السنوات، رغم انه يعني ما تعطاش داكشي اللي كان خصو يتعطاه. انا كيظهر لي بانه بحال هذه الكفاءات راه يمكن يغيروا الوضع ديال المدينه. وإلا نجحنا في يعني في
في المستقبل ان شاء الله، وكانت الحكومه كنا في داخل الحكومه وكانت عندنا مسؤوليه كبيره في الحكومه، ف وعدنا واحد رئيس البلديه بحال السي عبد الله، وعندنا ناس بحال هذا المستوى وهذه الكفاءات كلها اللي كاينه، راه يمكن لينا نجرو واحد القاطره اللي هي كبيره ديال التنميه في المستقبل ان شاء الله. فانا كنظن كنشوف هنا الشعار ديال بانه الجامعه اللي تكون تزيد في الموعد تزيد غادي تكون في الموعد ان شاء الله، ما يمكنش